كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن تنتهي الأزمات التي تواجه العالم أجمع. جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس في احتفالية عيد الميلاد المجيد. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد وسنة إن شاء الله سعيدة علينا كلنا. كل سنة وانتم طيبين ليكم كلكم، لكل الناس، لكل المصريين، لكل العالم. كل عام وعام سعيد وعيد سعيد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى وندعوه إن يخلي العام ده نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله تقريبا من 2020، ويعني الظروف صعبة والأزمات صعبة،